يعني هذا أصحاب أوروبا إن شاء الله تعالى قال لك يا أخي أغلب الزواج الذي يقع عندنا يعني في أوروبا، وما نذكرش يعني كان هولندا تقريبا، أغلب الزواج الذي يقع بين الشباب ينتهي بسرعة إلى الطلاق. ما كانش قاعد يقبض مرته، أبسط مشكلة كيطلقوا هاد الشباب اللي جاي جديد، وحتى احنا عندنا في المغرب سكري في الساعه يتزوجوا ويطلقوا. يا حصاه بكري الراجل كيدير المراه عمره ما شافها وكيعتبر عيب يطلق، وكل شيء الناس تعمل على حفظ هذه الاسره الجديده، باين المراه يتعاون يقول لها طلع في اولادك، باين الراجل يقول له طلع في مرتك، ولا كان شي مشكل يحلوها هما حتى يستمر هذا الزواج. احنا ما كاش قال لي عاون، كل شيء الناس متفقه على باها يقول لها واش حسابك ما عندك فين تاكلي ولا باك موجود؟ ليه تزول لي راه غسل ماكله، غسل ماكله. ومن بعد تقول لها روحي عند امك الى عياها الكتف نزيد لها الكتف. يا بنتي اسمك علاش كتخربوا البيوت؟ كي عطيتوها باش دير بيتها وباش دير وليداتها وباش علاش واش عطيتوها باش تولي لكم؟ الا كنتوا عطيتوها باش تولي لكم خليوها عندكم وديروها في الفيترينا وتفرجوا فيها. ياك اعطيتوها زوجت. خص كل شيء المجتمع يتعاون في ان يثبت اركان البيوت الجديده. ولذلك انا كنقول ان الشباب المقبلين على الزواج في اوروبا وهنا عليهم ان يدخلوا دورات تكوينيه تربويه تعليميه تفقيهيه حول موضوع الزواج، فان الزواج ليست شهوه عابره اذا قذفها المرء في رحم المراه تنكر لكل المسؤوليات. الزواج ماشي شيء، هي المساله نتاع العلاقه البهيميه التي تنتهي بعد لحظات، هي مسؤوليه، مسؤوليه بناء بيت، هي مدرسه للصبر، مدرسه للصبر تزيد تتعلم فيها. ولذلك مزيان لو كان كيديروا دورات تدريبيه باش يتعلموا الحقوق نتاع الزوج على زوجته وحقوق الزوجه على زوجها، وكيفاش يصبروا وكيفاش يتعلموا يحلوا المشاكل وكيفاش يتعلموا الحوار بيناتهم. هذه المشاكل ما يكونش عندهم أدنى علم بها، فحينما يصطدموا في حياتهم منذ البداية بأول عرقلة تنفك عرى هذا الزواج. الآن قال لك ماشي المشكل غير تاع الطلاق اللي كاين، قال لك هذا الطلاق اللي وقع عندنا في هولندا، ذكرت بعض الصحف أن 500 طفل المخلفين والمولودين للأسر الجديدة زيد تبنوهم نصارى زيد فنصروهم. الزوج مسلم والزوجة مسلمة، دي عليها ولدك، دي عليها ولدك، دي عليها ولدك، أنا صغيرة مازال بغيت نتمتع، أنا صغير مازال. فكان ضحايا هذا الزواج الفاشل من هؤلاء الصغار في عقولهم. شو تتزوج وتكون ضحية تجني على ولدك باش يمشي لجهنم؟ باش يتخلى على دينه؟ 500 واحد ما صابوش لي يا الله فتنصروا. فالمسؤولية هي مسؤولة الزوجين أولا بطريقة مباشرة، لأنك إذا طلقت بقيت مسؤوليتك عن نتيجة الزواج وهم الأولاد، باش تنفق عليه وتربيه وكل شيء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكي دار هالمهنات اليوم اللي لمين تولد وما عندهاش القلب ديال لمين ديال بكري على ولدها؟ كيفاش؟ ما فهمتش انا هذا. كل شيء توسخنا في الفطره نتاعنا. المراه بكري راها لو كانت تموت وما يموتش ولدها، جوع وما يجوعش ولدها. احنا اليوم المراه مسؤوله ترمي الولد، وفي احضان من ينصره ويكفره. ولذلك أنا أرفع عقيرتي فأقول الزوجان مسؤولان بين يدي الله عن هؤلاء الأبناء، مسؤولية جسيمة بين يدي الله. كيفاش يكفر ولدك وانت يا كفر بسببك وبسبب إهمالك وعدم تأدية واجبك نحوهما؟ فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، قال رسول الله ليس هنالك إثم أعظم من أن يضيع من يقوت. هذا غير من الناحية المادية، فكيف إذا أضاع دينه وبإضاعة دينه قد ضيع دنياه وآخرته إلى الأبد؟ فهذا من أعظم الآفات التي سيعترض هؤلاء في الدنيا، وستكون بمثابة خزي.
تجزين يوم القيامة حينما يأتيك ولدك من صلبك وقد أخذ دينا آخر وذهب مع اتجاه آخر وأصبح عدوا للإسلام، يقف يوم القيامة فيقول: عجبتك الشهوة واتبعتها، فولدت أنا في هذه الظروف ثم ألقيتني في أحضان غير مسلمة. الله الله، حرام عليكم. أما المسؤولين الثانيين شكون هما؟ العائلات نتاعهم. ما كاش في المسلمين من يحمي هؤلاء. إلى هذا الولد وهذا البنت صغارة في العقل، طايشين ما قبضوش الولد، بواتهم مواتهم، ومن بعد بواتهم ما كاينينش. الجالية الإسلامية، الجوامع، المراكز الإسلامية، أين دورها؟ ألم تستطع أن تبني مراكز تأوي فيها أبناء المسلمين المشردين في وجود الأبوين، اسمهم مشردين في وجود الأبوين، ورعاوهم دينيا؟ هنا في المغرب كيجيو وينصروا لنا أولادنا، ماشي عادل. عندكم خبر على عين اللوح؟ عين اللوح كانوا اللي كيتولدوا بطريقة غير شرعية، أقول شو نصروهم وجرابوا راهم المغرب، والأمور جارية على قدم وساق. قال رسول الله صلى الله عليه: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كالبهيمة تنتج بهيمة جمعاء، فهل ترون فيها من جدعة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. مسؤولية الوالدين، مسؤولية والدهم، مسؤولية الجالية الإسلامية. خصكم تديروا حل شي حل هذا الشيء، خصكم يكون عندكم مخاطر مع السلطات الأوروبية باش تداركوا هذا الخطأ إن شاء الله. الرابع هذه سهولة إن شاء الله تعالى.